انا مش عايزك تسوقي لفكره انه الجنسيه الاجنبيه انا مش بسوق، انا بتكلم هي الجنه وهي التي تخلصك من جحيم العالم العربي. تبغاني منافقك ولا تبغى النفاق؟ لا انا عايز الحقيقه. هي الجنه طبعا. انت الحين بالوقت الحالي هيتهموك بالخيانه والعماله وبيع القضيه وبيع العروبه. من زمان مش جديد. الجنسيه الاجنبيه مش لانه انا حابه الوضع يكون كذا، لكن الواقع احنا ليه نخدع انفسنا؟ ليه نكذب؟ سوريين مرميين في بحار الله يموتون كل يوم بالملايين، العراقيين بالملايين، كل بلد في كل مكان الحدود مسكره عليهم في داخل امه العرب. هذا جنسيه العربيه ايش راح يسوي فيها يا حرام المسكين؟ ايش ناقش سوري موجوع ملكوم جواه في موت اولاده وعائلته وحياته وقول له خذ جنسيه، ايش فاد ايش فادته جنسيته العربيه؟ ده العربي اخوه ما دخله، لكن لو كان بريطاني ما كانت السفاره البريطانيه تبعت بارجه عشان تطلعهم؟ ليه 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 احنا ليه نكذب؟ ليه ما نقول الحقيقه؟ ليه ما انا ما اقول تعالوا خذوا جنسيات اجنبيه، كل انسان حر انا اتكلم عن نفسي. لا مش هقول، لانه هذه الدول هي التي تسببت في ويلات هذه الشعوب، يعني مش عايز اصور هذه الدول على انها انقاذ، يعني هي مش انقاذ. بس هذه الدول اعطيني، هل في بريطانيا او في امريكا، انتبه انا ضد سياسه الحكومات تبعتهم وانا اعلنها دائما، لكن اعطيني في دستورهم في قطع يد، اعطيني في دستورهم في رجم، اعطيني في دستورهم في اعدام في الشوارع، اعطيني في دستورهم اللي قاعد يطبقه داعش ولا الحركات الاسلامويه هذه المسيئه للاسلام، في شيء في دستور قانون وامريكا يطبقه مسلمينا عشان نقول ان هم اللي قاعد يسوون كذا؟ كيف هم يسوون كذا وهم دساتيرهم كل احترام للانسانيه؟ مش دعوه ايش يسوون من تحت. لا يا ما ازاي يعني ما عندي دليل، يعني سلوكهم العدواني الهمجي انا ما عندي دليل عليه، عندي على تشريعات وقوانين ودستور. خلي حد يقنعني انه في امريكا وفي اوروبا وفي بريطانيا موجود اللي يسويه داعش في السوريين وفي الازيديين، وموجود اللي يسوونه في العراقيين، وموجود كل هذا، فلهذا هم يطبقون قوانينهم علينا. ليه نرمي عليهم مشاكلنا؟ ليه احنا من 1400 سنة احنا نذبح بعض عشان واحد يصلي كذا وواحد يصلي كذا؟ ايش دخل؟ امريكا ما كانت من 1400 سنة، امريكا لم تكن من 300 سنة. احنا في حروب وفي في 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 دماء من 1400 سنة، نجي الحين نحط امريكا وبريطانيا